الوكس الذكري كل ما بدك تعملي تعمل او تعملي سكس مع شريك جديد شريك او شريكه طب ما بعرف هذا الشيء بحكى بترابس هيدي مريت العلم والعلماء هذا الشيء بمثل ترابس واهله هيك وببساطه وبدون اي رادع بيهجم افراد على مجمع الرحم الطبي بطرابلس وبيفوتوا على احد عياداته اللي بتقدم خدمات العلاقه بالصحه الجنسيه والانجابيه بتغطية إعلامية تحريضية بيتم اقتحام مركز طبي وتفتيشه واستجواب طبيبة موجودة بالمكان بحجة أنه بيروج للمثلية الجنسية. جمعية مرسى اللي بتقدم هالخدمات قالت ببيان أنها بتسعى لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية اللي بتحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً وبتعمل على توعية الأفراد بمسائل التحرش والعنف الجنسي. أهمية هالمراكز أنها موجودة اليوم بمناطق مهمشة وفقيرة خصوصاً وأنه الخدمات اللي بتقدمها شبه مجانية بوقت الدولة بكل مؤسساتها غايبة عن المنطقة بس يبدو أنه الدولة غايبة كمان عن مهمتها حماية هالنوع من الأنشطة الإنسانية هذا أصداً على العادة الشهرية عند النساء الجمعية تأسست بال 2011 وهي بتشتغل بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية ومستشفيات جامعية بكل لبنان فليش تم استهدافها هلأ؟ اللي صار بطرابلس امتداد لهجمة غير مسبوقة على الحريات العامة والشخصية بلبنان تحت مسمى محاربة الترويج للمثلية جامعات متطرفة من مذاهب مختلفة عم بتقود هيدي الهجمات وفي خطاب ديني ورسمي عم بغذيها ويشرعها أول هيدي الهجمات كان هجوم لما يسمى جنود الرب على ملهى أم الشهر الماضي والاعتداء على الموجودين فيه وترهيبهم على مرأة ومسمع القوى الأمنية يعني عم تتحول فئات متطرفة بالمجتمع لشرطة أخلاق بتتصرف دون أي ملاحقة أمنية وقضائية بطريقة بتشبه المطاوعة بوقت القوى الأمنية عم بتلاحق الصحفيين والكوميديين والناشطين بهدف إسكاتهم وقمعهم الهدف اليوم توسيع دائرة المحرمات بالمجتمع من الحق بالحياة والحرية والتواجد بالأماكن العامة لتصير تشمل حتى المسائل الصحية اللي ممكن تعرض حياة الأفراد وصحتهم للخطر